بسم الله الرحمن الرحيم. وياكم المتقاعدة آمنة أحمد الجوهري، انتمائي لجمعية الإمارات للمتقاعدين، وأيضا عضوة في مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة غرفكان. ومن هني من هاي الجمعيتين أصبح لي نشاط أكثر من خلال حضور ورش، دورات، ترفيه، أعمال تطوعية لبعض الجهات المؤسسات المجتمعية، والحمد لله هذا الفضل رب العالمين. وأصبح لنا المتقاعد قيمة وصورة بارزة في المجتمع، هذا فضل من الله، اللهم لك الحمد والشكر. وهاي القناة بصراحة أهل الدار اليوم يعني أعطتنا أكثر يعني بروز لهذا المتقاعد، إنه هو موجود بإمكانياته وعطاء لا محدود. طبعا بانتمائي للجمعية أنصح كل متقاعدة أو مقبلة على التقاعد أن يكون يعني تلتحق بهاي الجمعيات، بحيث أن يكون هي دائما موجودة. وإحنا الحمد لله أكيد يعني 100% أن الكل عنده إمكانيات وعنده قدرات وعنده إمكانيات، فإحنا الواحد ما يبخل على هاي الدولة، على دولة المعطاء اللي دائما تقول، إحنا نقول عليه دولة لا مستحيل. فإحنا لا مستحيل أن إحنا ما نعطي ولا أن نبادر ولا نكون إحنا متأخرين في أي عطاء ممكن إحنا نعطي لهاي الدولة، وطبعا من خلال الجمعيات والمؤسسات التطوعية. طبعا من تجربتي وانتمائي لهاي الجمعية الإمارات المتقاعدين، أنصحكم أنكم يعني تلتحقون معانا، لأن أحسس أن فيها فوائد. من هاي الفوائد أن أصبح للواحد قيمة، أصبح للواحد علاقات اجتماعية أكثر، صار عنده ثقافة أكثر من خلال دورات، حضوره لدورات أو ورش، صار عنده يعني توسع في الجهات والمؤسسات المجتمعية، حب التطوع، يعني صار داخل سعادة، استمتاع، روح إيجابية، يعني سبحان الله إلا فيها فوائد مش سلبية، بالعكس دائما إحنا دائما ننظر من باب جوانب إيجابية للشخص. فأنا حسيت إن في انتماء لها الجمعية يعني إيجابية، أصبحت أكثر روح أكثر. فالحمد لله رب العالمين، الشكر لله، هذا فضل من الله على الواحد، ويكون الإنسان متوازن مع بيته ومع الجمعيات اللي بينتمي لها، وإن شاء الله يكون إحنا مستمرين بهذا العطاء. وأخيراً الواحد يقول شكراً كبير للقناة أهل الدار، واللي على رأسهم الدكتور جاسم عبيد الزعابي، اللي يعني عطى أكثر فرصة وأكثر يعني ظهور لهذه القناة من خلال أعضاء جمعية الإمارات المتقاعدين، فيعطيه العافية ولكل الشكر. وهذه إحنا جزء من اللي ما قلنا إيجابية للواحد، والإفادة والاستفادة واستثمار هذا الطاقات المتقاعدة من قدرات وإمكانيات ممكن تساهم في بناء المجتمع المحلي، وهذا جزء من لا شيء لهذا الوطن اللي لاحق علينا، وعسى ربي يدوم الصحة والعافية علينا، والأمن والأمان على دولتنا الإمارات العربية المتحدة. وإحنا كلنا فخر لهاي الدولة خارج أكثر حتى من داخل، يعني إحنا نفخر حتى خارج أكثر من العطاء اللي هم يعطونا. ويحفظ إن شاء الله حكومتنا، وعساهم إن شاء الله دوم على الخير والقوة للوطن والمواطن. ويعطيكم العافية والشكر الثاني لأهل الدار مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة أهل الدار. قناة